أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتي، نرحب بكم من هنا من محافظة ينبع، وبالتحديد من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هنا في هذه المحافظة الجميلة والتي تسكن في حضن البحر الأحمر، بل أنها تسمى لؤلؤة البحر الأحمر. دائماً ما نتواصل معكم من خلال برنامج خليها علينا، ونحن في هذا المكان الجميل والذي نود أن نشكر من منحنا هذا المكان حتى نسجل به. أيضاً هناك سنحاول من خلال هذه الحلقة أن نكون وإياكم بلقاء متجدد مع أحد المسؤولين في الهيئة الملكية هنا، ليطلعنا على فعالية الصيف وما تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فأيضاً لها في الخدمات الاجتماعية أوفر الحظ والنصيب، لا سيما وأنها معنية أو أنها لديها من المقومات السياحية الشيء الكثير، بل من هو مهتمين بهذا الأمر ووجد له أناس متخصصين في هذا الأمر. أعزائي، دائماً ما نكون من خلال هذا البرنامج، ونريد في البداية أن نكون وإياكم من خلال تقرير عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من هنا من محافظة ينبع. دعونا نشاهد هذا التقرير. هي مدينة يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام. ينبع المدينة التي سميت تيمناً بكثرة ينابيعها الجارية، والتي تقارب 100 عيناً كما تروي كتب التاريخ. عرفت مدينة ينبع كميناء هام منذ عهد الإغريق، حيث كانت تموين السفن المارة بالبحر الأحمر والمتجهة إلى الشام، وبقيت ميناء صغيرا حتى عام 1975 ميلادي، عندما اختارتها الدولة لتكون البوابة الصناعية الثانية إلى جانب مدينة الجبيل تحت مظلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع. على مساحة 185 كيلو مترا مربعا، تفتح مدينة ينبع الصناعية ذراعيها للزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، تستقبلهم بمصانعها العملاقة ومنشآتها المتميزة. وإلى جانب كونها مدينة صناعية، فإن ينبع الصناعية مدينة سكنية فتية مزدهرة على الدوام، تتيح نمطا معيشيا متكاملا يبعث الرضا في نفوس قاطنيها ومرتاديها. أما عن السياحة في ينبع الصناعية، فهي تعد وجهة سياحية مميزة، وذلك لكثير من الخصائص والمميزات، كاعتدال أجوائها في فصلي الشتاء والربيع، وإطلالتها المباشرة على البحر الأحمر، والعديد من الخدمات السياحية والترفيهية. وحتى يتعرف الزائر أكثر على مدينة ينبع الصناعية، أنشئ مركز لخدمة السياح والزوار، يشتمل على العديد من الخدمات والمعلومات التي تهم السائح والزائر. وتتوفر في مدينة ينبع الصناعية كافة الخدمات السياحية، كالمرافق العامة من الحدائق والمنتزهات والملاعب الرياضية والواجهات البحرية. إذن مدينة ينبع الصناعية هي الوجهة الأمثل لقضاء أجمل الأوقات والتمتع
بكافة الوسائل والخدمات. مدينة ينبع الصناعية، يعني عندما سمعت هذا المصطلح كان يتبادر إلى ذهني إنه مدينة ينبع كلها مدينة صناعية، يعني مدينة عمل، يعني مثلا ما فيها مرافق سياحية أو فيها لكن بس قليلة جدا. لكن عندما زرت المنطقة هذه اختلفت نظرتي 180 درجة، حيث فيها مثلا البحر وجمال والمستصحات الخضراء، الحدائق العامة، مرافق سياحية فيها متطورة جدا، وأماكن ترفيهية ممكن يعني تقريبا بعضها زي ما تقول يعني ممكن نادر في المملكة بعضها، ومع هذه إنه كل هذه مدينة صناعية، فكيف لو كانت مدينة سياحية؟ بصراحة من واقع تجربة أنصح يعني كل من أراد أن يتسيح يعني ممكن يزور ينبع وتختلف نظرته، يعني مدينة تنفع للسياحة بصراحة بكل المقاييس يعني. ومستقبلا يتم العمل وتضافر الجهود من كافة الجهات المعنية بتطوير المدينة والرقي والتقدم بها إلى مصاف المدن الأجمل على مستوى العالم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين من هنا من محافظة ينبع وبالتحديد من الهيئة الملكية للجبال وينبع. أعزائي كما ربما أخذنا لمحة بسيطة من خلال هذا التقرير من خلال كلام أحد الزائرين عندما قال كنت أحسب أن هذه البلاد أو هذه المحافظة أو هذا المكان هو صناعي بحت، لا أعلم أن يكون هناك بعض جوانب السياحية في هذا المكان، لكن أيضا كما اهتمت بالصناعة الهيئة الملكية فقد اهتمت أيضا بالجانب السياحي والجانب الترفيهي. يسرنا أن نلتقي في هذا اللقاء مع المهندس يوسف الحجيري وهو أحد المسؤولين والمنوط بهم بالعمل الاجتماعي بشكل عام. لن أعرف بضيفي، ضيفي سيعرف بنفسه. أهلا وسهلا بك مهندس يوسف. حياك الله أستاذ محمد. أهلا بحياك الله. حياك الله. مهندس يوسف وأنت معني في هذه الملك في هذه ما شاء الله تبارك الله في الجانب الاجتماعي، فأنت ضرب مسؤول عن الصيانة ومسؤول عن جانب الاجتماعي وجانب الترفيهي، فدائما نريد يعني أن نبدأ من حيث انتهى هذا التقرير عندما تحدث عن الجانب الصناعي والجانب لكن نريد أن نأخذ الجانب الاجتماعي والترفيهي. الهيئة الملكية المعروف عنها عندما يتبادر للذهن أن هناك فقط مصانع وزيت وبترول وغيره، لكن الجانب الترفيهي الجانب السياحي كيف نتحدث عنه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم أول في البدء لهذا اللقاء. والهيئة الملكية حقيقة منذ بدء إنشائها في عام 1995 كانت حريصة على وضع رؤى لها واستراتيجيات. من ضمن استراتيجيات الهيئة الملكية الحالية أن تكون مدن الهيئة الملكية مدن متميزة، ونعني بالتميز أن تكون مدن الهيئة الملكية ليست مدن صناعية وإنما مدن قابلة ومتميزة في العيش في الترفيه أيضا الزائرين للمستثمرين للعابرين بهذه المدينة. العاملين في مدينة ينبع الصناعية طبعا بحكم وجود الصناعات لديهم ساعة عمل طويلة، لذلك كانت الهيئة الملكية حريصة على إيجاد المرافق الترفيهية، المرافق المراكز التي تعين العاملين في الهيئة كما ذكرت والزائرين والمستثمرين على أن تكون هناك حياة جميلة، حياة سعيدة، حياة تمكنهم من العمل وأيضا الترفيه في نفس الوقت، ويجد الأسرة كاملة سواء الفرد أو عائلة تجد مبتغاة في هذه المدينة. وحصلت بدأ الهيئة الملكية على عدد في ينبع على عدد من الجوائز التي تؤكد أن مدينة ينبع الصناعية هي من المدن المتميزة باستدامتها والمتميزة بحسن تخطيطها، بل أن هي ملكية أو مدينة ينبع الصناعية أخذت في عام 2003 المركز الأول على مستوى العالم في التخطيط للمستقبل. ما شاء الله. لذلك لدينا حقيقة
عدد كبير جدا من المراكز الترفيهية، سواء المراكز الترفيهية سواء كانت للرجال أو كانت خاصة بالنساء، فيها متوفر فيها جميع الأجهزة، فيها المسابح، أيضا هناك حدائق أيضا متخصصة فقط أو متخصصة للنساء. لدينا حديقة مركزية حوالي 3000 متر مربع، عدد كبير من الأنشطة النسائية فيها، فيها قاعات احتفالات يزورها تقريبا ما لا يقل عن 3000 شخص أو زائر تقريبا يوميا. في عدد كبير من الأنشطة التي تقام للنساء خاصة. أيضا هناك مركز نسائي ترفيهي ملحق به قاعة احتفالات أو قاعة اجتماعات تقام فيها الأنشطة النسائية والاحتفالات النسائية، سواء للمدارس أو الروضات الموجودة في ينبع الصناعية. هناك أيضا من المراكز الموجودة لدينا مركز أو نادي الفروسية، وهو نادي مخصص لقفز الحواجز مسجل في الاتحاد السعودي للفروسية، استضاف عدد كبير جدا من مسابقات الفروسية، يستضيف سنويا أحد مسابقات الفروسية، أحد أو اثنتان من المسابقات المحلية، استضاف البطولة الدولية التي شارك فيها حوالي 10 دول من خارج المملكة، مر بهذا المركز، مركز الفروسية ونادي الفروسية كثير من بل معظم من نراهم الآن من فرسان المملكة العربية السعودية الذين يمثلون المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وأقيمت أيضا قبل ذلك أيضا أحد البطولات وهي بطولات التحمل في هذا النادي. الاهتمام أيضا بجميع الأنشطة، لدينا في ينبع الصناعية مركز للثقافة والفنون، المركز هذا يلتقي فيه الأدباء، يلتقي فيه المثقفون، يلتقي فيه التشكيليون، التصوير، ويقيم عدد من المعارض، يقيم عدد من الأمسيات الشعرية. لدينا أيضا مرسى للقوارب، ويتسع حاليا مؤقت حوالي أكثر من 100 قارب، وجود في جميع الأشياء التي يحتاجها مرسى القوارب. أعمال كثيرة يعني بشمهندس، إذا أردنا أن نتحدث عن الجوانب الترفيهية في الهيئة الملكية ربما يعني هنأخذ ساعات وساعات، لكن أنا ما يهمني الآن ونحن يعني قد يتابعنا متابع الآن من خلال ماذا تقدمون أنتم؟ هذه الأمور موجودة سيراها الزائر عندما سيقدم الهيئة الملكية. الآن علمنا من خلال حديث يعني سعادتكم أنه موجود الجانب الترفيهي بكثرة، وموجود أيضا مهتم فيه الهيئة الملكية مهتمة به، ولكن نريد الآن الأطر اللي يعني تتعامل فيها الهيئة. الهيئة معروف عنها الانضباطية، معروف عنها السيستم القوي جدا خاصة في كل مناحيها حتى من المناحي الاجتماعية، ولكن يعني نريد ماذا تقدمون أنتم للزائر عندما يأتي؟ والله الهيئة طبعا تضع رزنامة في بداية العام أو حتى قبل بداية العام، ولديها بشكل عام ليس فقط، لديها خطة سنوية تنتهي قبل بداية العام حقيقة، وتتم متابعتها أيضا من قبل المسؤولين في الهيئة. أنا أقول مثلا السنة هذه أقمنا مهرجان ثقافي تراثي، كان في مسابقات ثقافية للمحافظة، وكان أيضا في أمسيات شعرية. أقمنا نقيم سنويا مهرجان رياضي كبير لجميع منتسبي الشركات والإدارات الحكومية في مدينة ينبع الصناعية وفي المحافظة. نقيم أيضا برامج احتفالات سواء في عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك، فيها برامج ترفيهية، فيها ألعاب، فيها مسابقات، فيها أمسيات شعرية، فيها مسابقات أخرى. في لدينا أيضا لجنة عمل التطوعي والتي رأسها سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور علاء عبد الله نصيف. هذه اللجنة تقوم بكثير من البرامج، من برامجها مثلا وبرامج على مدار العام، دهان بعض الحوائط والجدران الأسوار، زيارة المرضى في برنامج طاب مشاك ويتواصل معهم أو يقوم بزيارة معهم أحد المسؤولين، رئيس تنفيذي أو أحد مدراء العموم. هناك أكثر من
300 موقع تم إزالة بعض التشوهات البصرية عليها. تقوم الهيئة أيضا أو قامت هذا العام ببرنامج قافلة طبية لقرية تلعة نزة، وهناك شارك 60 متطوع ما بين طبعا أطباء وتمريض وبرامج اجتماعية، أيضا استفاد منها حوالي أكثر من 1000 شخص، لأنه الهيئة الملكية تشعر بمسؤوليات الاجتماعية سواء في المدينة أو في المحافظة بشكل عام. بشمهندس، يعني إذا كان هذا الجانب اللي هو الجانب انفتاح الهيئة الملكية للبرامج الاجتماعية ومدى حراكها مع المجتمع الخارجي الغير يعني منضم إلى الهيئة الملكية، يعني كنوع من أنواع المسؤولية الاجتماعية، هذا الأمر يعني جانب يعني تشكرون عليه، جانب إنساني، جانب يعني حقيقة نرى أنه منتهى التقدير لكم وأنتم تقومون بهذا العمل. الآن أنا أريد أن أسأل فقط في ناحية أخرى أيضا مهندس يوسف، وهو أنا حقيقة أشاهد دائما الواجهة البحرية عندكم هنا، والواجهة البحرية حقيقة دائما عندما تأتي الناس لا تأتي إلا سوى لما للبحر. أنا أريد ما هو موجود في الواجهة البحرية، ما هي الكماليات السياحية التي يستطيع أن يستفيد منها السائح في الواجهة البحرية؟ طيب أوكي، بالنسبة للواجهة البحرية طبعا أحب أكد في البداية أن الواجهة البحرية تمتد حوالي 11 إلى 12 كيلومتر، وكما ذكرت الهيئة الملكية دائما لديها حقيقة أسلوب تخطيطي قبل أن تبدأ الهيئة الملكية في تنفيذ مشاريعها. تعاقدت مع شركة متخصصة في هيدرولوجيا المياه حتى نضمن أن شكل الشاطئ عندما يكون لا يؤثر على البيئة البحرية، وبذلك ترى هذا ترى ما هو الآن معمول، ما هو الآن الشكل الحالي للشاطئ هو أحد الخيارات الاثنى عشر التي كانت في البداية لتشكيل الشاطئ، بحيث يكون شاطئ لا يكون فيه هناك أي تلوث للنواحي البحرية الحياة البحرية بشكل عام. طبعا اختارت الهيئة الملكية أيضا الشاطئ ووضعت في الواجهة البحرية حوالي 14 منطقة وزعت فيها الاستخدامات بحيث تكون استخدامات متكاملة، وحسب توجيهات سمو رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن عبد الله بن ثريان لا تطغى الاستخدامات الاستثمارية أو الاستثمارية على الاستخدامات العامة، فتجد أن الاستخدامات العامة في الواجهة البحرية أكثر من الاستخدامات الخاصة أو ما يسمى بالاستخدامات الاستثمارية. الهيئة الملكية ستوفر أو موجود لها في مخططها أن يكون هناك ما يقارب 15 فندق في هذه الواجهة البحرية، وأن يكون تتوفر في الواجهة البحرية 4000 غرفة فندقية في هذه الواجهة. الواجهة البحرية فيها قرى سياحية، فيها شواطئ عامة، فيها شواطئ مراسي القوارب، فيها قرى للغوص، فيها حيكون فيها ملعب جولف، فيها ملاعب للأطفال، فيها ملاعب أيضا للشباب. فيها الواجهة البحرية لا ينقطع فيها ممرات المشاة، تستطيع أن تمشي في الواجهة البحرية 12 كيلو متصلة ما شاء الله تبارك، وهناك طبعا في الممرات تجد الإضاءة، تجد قريب منها أيضا الأنشطة والأجهزة التي يستطيع الشاب أن يستخدمها يتمرن فيها ما يعرف الشاب ولا الشبان، حتى الشبان يا دكتور الله يرحمه الشباب لا كل احنا لا احنا لا ننظر كل حتى الشباب الشياب نعتبرهم شباب الشياب نعتبرهم شباب، بالعكس في هذه المدينة كلنا شباب، حتى شيابنا هم شبابنا. موجود ألعاب، موجود مناطق ترفيهية للأطفال، بل بالعكس موجود شواطئ متخصصة للأطفال حتى تكون السلامة فيها عالية. الحمد لله أيضا سواء بتوفر الدورات المياه، توفر مركز صحي هناك للإنقاذ لا سمح الله صار. بشمهندس حنا أيضا معنا مشاركين أيضا في أسفل السوق، إذا كان الكاميرات يعني تكون معنا هنا. طيب. أيضا أوكي. زميلي أنس
ما ادري تسمعني انس، انت ضيف اظن؟ اكيد اسمعك زميلي محمد، اكيد اسمعك وشايف ابداعاتك انت وضيفك الكريم. يا معاك يا انس، معاك يا انس، وخلينا نشوف ايش عندك انس. اكيد ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، زي ما شفنا احنا في الهيئه الملكيه في ينبع الصناعيه، اجواء جدا رائعه وناس اروع. اللي جاي ينبع الله يحييه، واللي ما جاي ينبع لازم يجينا. طبعا في هذه الفقره عندنا عده اسئله وعندنا جوائز، نبدا مع ضيوفنا ونتعرف عليهم. أنا السلام قاسم اليوم. يا سلام، ما شاء الله سمية أنت. نتعرف على ضيفنا الثاني. أسامة محمد الحرب. ونعم الله. أصيل اليماني. ونعم الله أصيل. طبعا أنس أنا شكلي بربحك عشانك زي اسمي، أوكي؟ طيب جاهز للسؤال؟ جاهز. سؤالي يقول، أنا راح أخسرهم طبعا، راح أخسركم، أجهز وكذا. اللي يعرف الإجابة يقول أنا، أوكي؟ طيب سؤالي يقول، تم إنشاء ميناء الملك فهد بمدينة الجبيل الصناعية في عام، في أحد يعرف؟ طيب نديكم خيارات، في عام 1970 ولا 1981 ولا 1990؟ ها قبلك أنس، فين؟ 1981. يا سلام، لو في تحية ندي تحية، الله يعطيك العافية. فين الجائزة؟ يجيبوا لنا الجائزة، وهذه الجائزة سيدي. طيب مستمرين في لقاءاتنا، ولكن نرجع شوية لمحمد ذبياني ونرجع معكم مشاهدين. شكرا لزميلي أنس، وحقيقة أنا كنت أيضا أشارك زميلي أنس من هنا من هذا المكان، فأنا حقيقة أتواصل معه بصريا وسمعيا مع زميلي أنس. شكرا لك يا أنس، ومبروك على الفائز الأول معنا في خليك معنا. طيب أنا حقيقة أعود لضيفي المهندس يوسف الحجيري. ومهندس يوسف، الآن أنت يعني تحدثت قبل قليل عن الواجهة البحرية فقط، هل هي الملكية مثلا أو نحن استكملنا؟ لم نستكمل إلى الآن على إذا نستكمل الواجهة البحرية. طيب إحنا ما تم حقيقة ما تشاهد الآن من الواجهة البحرية، هو أحد فقط، هو يعتبر أحد الأجزاء من الواجهة البحرية. هناك جزء من الواجهة البحرية اللي هو مركز المدينة، وهو تحت الإنشاء حاليا، وأيضا هناك جزء وهو مربوط بجزيرة الكروان، جزيرة المحار، وهناك أيضا جزء آخر الآن تحت الإنشاء، وينتهي إن شاء الله حدود في حوالي 6 أشهر سيكمل الجزء الحالي. الجزء الحالي هو الذي انتهى، هو المنطقة المخصصة حقيقة للتخييم، لأنه أيضا هي ملكية لم تهمل في الواجهة البحرية مناطق للتخييم، بحيث تأتي وتستطيع أن تخيم في الواجهة البحرية. أيضا هناك منطقة وانتهينا منها بالله الحمد، وتم تجهيزها بما يعرف للسيارات المتنقلة أو الكرفانات، تستطيع إذا كان لديك سيارة كرفان أن تأتي وتوقف في الموقف المخصص لذلك، ويكون هناك مياه وصرف وكهرباء تستطيع أن تستوعب بقريب من البحر. هناك أيضا سيكون كما ذكرت لك مجموعة من الفنادق، قرية سياحية سيكون أو قرى سياحية، 4 قرى سياحية. الهيئة الملكية في الواجهة البحرية أيضا لم تهمل الناحية البيئية، وحافظت على منطقتين تعتبر من مناطق نبات الشورى أو ما يعرف بالمانغروف، فحافظت عليه بحيث لا يكون هناك عبث بهذه النبات، بهذا النبات اللي هو نبات الشورى. لم تهمل الهيئة أيضا الشباب من النواحي الترفيهية، وكان هناك شاطئ مخصص للشباب يستطيعوا أن حقيقة يزاولوا فيه الرياضات المختلفة فيهم. الواجهة البحرية عند اكتمالها ستكون واجهة جميلة جدا، تستطيع أن تستوعب الزائرين لهذه المحافظة والمقيمين والمستثمرين في هذه المنطقة، منطقة المدينة بشكل عام. خلينا أيضا نعود لزميلي أنس. وزميلي أنس معايا يا أنس؟ أكيد أسمعك، أهلا وسهلا بك محمد مرة أخرى. حقيقة اليوم أنت صراحة الناس كلها تنظر لك عشان عندك الجوائز. أكيد إحنا الآن شايفين الناس ما شاء الله متلمين ويبغوا الجوائز. لا تنسانا من الجوائز يا أنس. أهم شيء كيف الأجواء عندكم فوق؟ لا الجواء الحمد لله برات، لا يهمك، لكن أقول لا يمك، لا تنسانا من الجوائز يا أنس. أكيد إن شاء الله. الصوت الصورة لك يا أنس. يعطيك العافية محمد. مستمرين في أسئلتنا. فاز جائزنا الأول، أو فاز بالجائزة الأولى متسابقنا الأول، متسابقنا الثاني ما راح يفوز،
ما راح يفوز. سؤالي للمتسابق، ولكن قبل ما أسأل أتعرف عليه. اسمي حنان حامد. ونعم حنان. حنان جاهز السؤال؟ ايوه ان شاء الله. طيب سؤالي يقول، اين يقع مجمع ينساب للبتروكيماويات؟ في خيارات؟ اكيد في خيارات. طيب الخيار الاول رأس الخير الصناعية، ولا الجبيل الصناعية، ولا ينبع الصناعية؟ ينبع الصناعية. لا 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 لا، ما شاء الله حلوة الثقافة هذه، حتى ما شاء الله في المجمعات. أنا حاولت ألخبطك كده لكن ما شاء الله أعطيك العافية. طبعا الجائزة جاهزة، نأخذ الجائزة. اتفضلي، هذه الجائزة مقدمة من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع الصناعية، شكرا لك. طيب عندنا متسابق آخر أكيد صحيح؟ متسابقنا الآخر، ولكن قبل ما يعني نأخذ مع المتسابق الآخر، أبى أقول لكم مشاهدينا، ترى ينبع الصناعية اللي ما جاها لازم يجي، ترى ينبع الصناعية تحفة. أها الآن ب طيب كويس إنك بتكلم، كويس إنك جيت. نتعرف عليك. الله يسلمك. هاشم إبراهيم. ونعم أستاذ هاشم، ما شاء الله. لا نبغى نتعرف عليهم كلهم، لازم نتعرف. إيش اسمك؟ قولي لي إيش اسمك. لجين. ونعم لجين، ما شاء الله. طيب طبعا أسئلتنا مرة صعبة، جاهز؟ إن شاء الله إنه جاهزين، ليش لا. سؤالي يقول، وهذا السؤال أنا بختاره يعني بقلب على قولته، أول مدرسة تم إفتتاحها بالهيئة الملكية بينبع هي؟ في اختيارات؟ شوفوا في اختيارات لكن سهلة يا أخي. متوسطة، ابتدائية، إيش هي؟ طبعا هي مدرسة كانت عامة لكل الفئات. هذه المدرسة هل هي النووي ولا الغزالي ولا البراعم؟ الغزالي. متأكد؟ إن شاء الله. غلط غلط غلط. طيب أنا أبغى أسأل لجين. لجين لجين، هل هي النووي ولا البراعم ولا الغزالي؟ البراعم. يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، نعطيها هدية ما شاء الله، يعني مثقف أكثر من أبوها أكيد لازم. طيب هذه الجائزة. قول لي شكرا ويعطيكم العافية. شكرا لك حبيبي. مشاهدينا أسئلة صعبة وأنا أحاول أغلطهم في كل مرة، ولكن نرجع لمحمد الذبياني فوق طبعا في الأعلى يكمل حواره مع ضيفنا الكريم ونرجع معكم. شكرا يا أنس، وصراحة والله الجوائز ما شاء الله عندك قيمة يا أنس، يا ليت كمان يجينا نصيبنا هنا بس باش مهندس نتواصل معك ونتواصل مع ضيفي أعزائي المشاهدين المهندس يوسف الحجيلي. مهندس يوسف، أيضا كما قلت أن الوجهة البحرية هي يعني يهتم بها من قبل الهيئة الملكية، لكن أنا حقيقة شاهدت وأنا يعني داخل الهيئة الآن هناك كورنيش يربط ينبع البحر بينبع، هل هذا تابع للهيئة أم يعني ليس تابع للهيئة؟ طبعا الحدود للهيئة الملكية هي نهاية الجسر الشمالي، هذه حدود ينبع الصناعية. ينبع الصناعية كانت مساحتها 186 كيلومتر مربع، والآن ولله الحمد بعد موافقة المقام السامي زيدت مساحة الهيئة الملكية ب 420، فأصبحت مساحة الهيئة الملكية أو مساحة مدينة ينبع الصناعية حوالي 606 كيلومتر مربع، ما شاء الله. وهذا يعطي الهيئة الملكية، هذا من الفكرة التخطيط الواضح في الهيئة الملكية، وهو التخطيط للمستقبل، وهذا نعتقد بإذن الله أنه قد يغطي السنوات 20 إلى 50 السنة القادمة في تخطيط مدينة ينبع الصناعية، ما شاء الله تبارك. إذا حبت أيضا حقيقة نتكلم عن أحد المهرجانات المتميزة في مدينة ينبع الصناعية وهو مهرجان الزهور، ما شاء الله. والحمد لله العام 1435 هذا العام وقيم المهرجان الثامن، وحصلت مدينة ينبع الصناعية على أو دخلت موسوعة جينيس بزراعة أكبر سجاد زهور في العالم بحجم حوالي 10712 متر مربع، وكان فيها حقيقة عدد يمكن ما يتجاوز أو ما يقارب 15 مليون زهرة، وكلها من إنتاج مشاتل الهيئة الملكية. حقيقة المهرجان هذا استقطب حقيقة الزوار، واستقطب من خارج المدينة، استقطب هذا العام حوالي 1 مليون زائر لهذه المحافظة. مهرجان كان متميز لأنه يدل على اهتمام الهيئة الملكية أيضا بالنواحي الاجتماعية والنواحي الترفيهية ونواحي الجمال في الطبيعة، وأيضا التوعية للزائرين وللسكان بأهمية الشجرة كما أوصانا ديننا الحنيف وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة.
وبالزهور وطرق ترتيبها واهتمام الإنسان بها، وهذا طبعا أيضا يؤثر في البيئة. كل ما زاد زراعة الشجرة كل ما أثر في البيئة وأدى إلى تلطيف الجو، وهو أيضا وقت جميل تقضيه العوائل في هذا المهرجان للاستمتاع وقضاء وقت جميل وقت مريح في هذا المهرجان. جيد، ما شاء الله تبارك الله. وحقيقة مناشطكم كثيرة مهندس يوسف، ولو يعني أردنا ساعات وساعات، لكن أيضا أريد أنا أذهب إلى زميل أنس. يا أنس، كيف ما شاء الله تبارك الله عندك الجو؟ أهلا محمد، أكيد الأجواء جدا رائعة. أنا واقف هنا بأشم ريحة الزهور، أكيد ما شاء الله الزهور هذه اللي كانت في الهيئة الملكية. يا أنس بس لا تقصر، لا تصعب الأسئلة يا أنس، لا تصعب الأسئلة، لأنه بالفعل إحنا الآن نبغى الناس يأخذون جوائز. اليوم الهيئة الملكية اليوم كانت كريمة جدا معنا. أكيد والله شيء جميل جدا. أنا أرجع أتكلم عن أكبر سجادة زهور في العالم. أنا حضرت الافتتاح وحضرت التغطية، دخلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية. طبعا هذه الموسوعة اللي يخش فيها أي شيء قياسي، وهذه السجادة كانت جدا رائعة. اللي ما شافها واللي ما زار ينبع لازم يجي يزور ينبع، ولازم يزور الهيئة الملكية. ونستمر في أسئلتنا مع ضيفنا. تعرف عليك مروان خزندار. ونعم أستاذ مروان، من فين أستاذ مروان؟ الهيئة الملكية. ما شاء الله. طيب لو جاء زائر الهيئة الملكية فين تنصحه يزور أو فين تنصحه يتسيح؟ الهيئة الملكية أنصحه يزور على الواجهة البحرية، أنصحه يجي على الأسواق اللي عندنا موجودة هنا في سوق الجوهرة، في الدانامول طبعاً، عندنا الشواطئ النظيفة هنا ما شاء الله تبارك الله. طيب والهيئة مجتهدة الآن في شواطئها، بتسوي فيها تجديدات، لكن الواجهة البحرية بصراحة من أحلى الواجهات، ودائما تكون في معارض الزهور بتكون سنويا في الهيئه الملكيه. جميل جدا. طيب حلو، انت مهد كذا بكلامك كأنك تقول لي سهل الاسئله، وما ما حسهلها طبعا. طيب السؤال يقول: كم عدد مدارس رياض الاطفال التابعه لاداره الخدمات التعليميه بالهيئه الملكيه بينبع؟ هل 1 ولا 4 ولا 7؟ خير الامور وسط، 4. ها غشة من الورقة صح؟ غشيتها ولا لا؟ لا والله لا. طب كيف عرفت؟ تحذير. ما شاء الله، عندنا الأطفال هنا ثقافتهم أعلى من الآباء، هذا اللي أنا شايفه. طيب يستاهل الجائزة، سلمنا الجائزة. هذه الجائزة مقدمة من إدارة العلاقات العامة بينبع بالهيئة الملكية. الله يعطيكم العافية، تواجدكم معنا هنا، وبصراحة يعني مقدرين كل الأعمال اللي تقوموا فيها، جزاكم الله خير. شكرا لك. مستمرين في أسئلتنا وضيفنا الثاني، تفضل. يا سلام ما شاء الله تبارك، تفضل معنا، تفضل. نتعرف على اسمك. محمد عيد الميلبي. محمد عيد الميلبي. ونعم تبعك هذا؟ ولدي فيصل ده. ما شاء الله نايم مرة، ما حيكلمنا على كده. طيب سؤالي يقول يا محمد، تبغى سهل ولا صعب؟ سهل صعب كل واحد. ما شاء الله باين ثقافتك عالية. طيب سؤالي يقول لا نسهله، سهل. أنت من أهل ينبع؟ من أهل ينبع. طيب لا كده يبغى لك شيء سهل يعني. كم تبعد المدينة المنورة عن الهيئة الملكية؟ أديك خيارات ولا خلاص عرفت؟ أديني خيارات كذا. لا ما يبغى له هذه خيارات. المدينة لين الهيئة الملكية 200 كيلو. يا سلام ما شاء الله، هدية ثانية الله يعطيك العافية. طيب صحيح استلمها ولا أنت خلاص؟ لا صحيح استلمها. خلاص. طيب يدينا الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا. أكيد جميل جدا، وأخذوا جوائز واستمتعنا معاهم وحنستمتع، ولكن بعد ما نسمع كمان كذا حوار مع الزميل محمد الذبياني في الأعلى. محمد أنس ما شاء الله، طب صحيت الولد الصغير يا شيخ، الله يصلحك. المايك معاك يا محمد. لا يا ليت، يا ليش خليته نايم مسكين تعبان. شكرا لك يا أنس. ونتواصل أعزائي المشاهدين مع ضيفي المهندس يوسف العجيلي لنتحدث عن الهيئة الملكية وما تزخر به الهيئة الملكية من الخدمات الاجتماعية التي لها يعني صدى جميل. أنا أول حقيقة أريد أن أسألك مهندس يوسف، هل هناك أنشطة أدبية مثلا، أنشطة علمية يعني أنتم تحاولون أن يعني تعملون لها مسارب أو تعملون لها برامج في الصيف أو أنها طول السنة مثلا؟ طبعا لا يخفى عليك أخي أستاذ محمد أن الهيئة الملكية لديها ثلاث كليات، كلية ينبع الصناعية وهي طبعا تعطي شهادة المشاركة الاسوشيت ديجري،
وشهادة البكالوريوس في تقنية الهندسة، وأيضا كلية ينبع الجمعية البنين وكلية ينبع الجمعية البنات، وأيضا المعهد التقني، ويدرس فيها ما يقارب أكثر من 4000 طالب. وهي لديها كثير حقيقة من المجالات العلمية والمجالات التي يعمل فيها بحوث، وتزخر بكثير من اللقاءات العلمية. أيضا هناك أيضا الخدمات الاجتماعية، لديها بعض كما ذكرت مركز الثقافة فنون، لديها حقيقة بعض الأنشطة الاجتماعية، كان مسابقات ثقافية على مستوى كبير، أو أيضا لقاءات شعرية وأدبية في، وحقيقة مستمرة طوال العام، يعني قد لا يمر عام إلا ويكون فيه على الأقل لقاءين أدبيين ومسابقة ثقافية ومسابقات أخرى، مسابقات أيضا بالنسبة للطلاب. التعليم والله الحمد في في الهيئة أو مدارس الهيئة متميز، ويكفي أنه ولله الحمد سنويا يمثل 50% أكثر من العام من الطلاب الذين يمثلون الأولمبيات في الرياضيات أو الفيزياء أو خلاف ذلك، في يمثلوا المملكة في خارج المملكة هم من مدينة ينبع الصناعية، وذلك لما يتميز به التعليم في هذه المدينة. لدينا ارتباطات ومشاركات مع كثير من الجهات الأخرى، مثل عندنا مشاركات مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة، هناك بحوث نجريها، هناك أنشطة ومجالات في الترشيد الطاقة لدينا ولله الحمد في الهيئة الملكية، ومتقدمين ولله الحمد في هذا المجال. باشمهندس، أنا حقيقة دائما ما ننتقل أيضا إلى الجانب الآخر، إلى زميلي أنس. يا أنس، مستعد جوائزك ما شاء الله تبارك أكيد الله. أكيد أنا مستعد وأنا جاهز ومتحمس جدا، والله يعطيهم العافية إدارة مول الجوهرة وسوق الجوهرة، كمان زادونا جوائز وزدنا أسئلة كمان ما شاء الله تبارك الله. أنا حقيقة قبل ما صراحة أنتقل لك يا أنس، أنا حقيقة أوجه شكري وتقديري واحترامي أيضا للإخوة هنا، يعني الذين مسؤولين عن هذا مول الجوهرة في الهيئة الملكية، الأستاذ عادل والأستاذ فواز خريص، يعني شكرا لهم عبر هذا البرنامج، وعلى يعني على الجمال اللي بالفعل قبلونا فيه كرم حقيقة. أنا أشكرهم وأشكر مرة أخرى الأستاذ عادل وفواز خريص على هذا يعني أن منحونا هذا المكان، وكانوا بالفعل كرماء إلى أبعد الحدود. أكيد. أشكرهم مرة أخرى. أكيد، وأنا أشكرهم أيضا. يكفي يا أخي أنه تشوف وجه طيبة، أنك تشم ريحة الورود والبحر، شيء جميل جدا. ونستمر في أسئلتنا طبعا، ومعانا ضيوف نتعرف عليهم. اسمي محمد علي الجمال. ونعم. رضا عبد الملك خليفة من مصر. ما شاء الله، من مصر. كيفك يا باشا؟ الحمد لله. بصي بقى، بتكلم مصري كويس. لا نور، يعطيك العافيه. طب تبغى اسئله سهله صعبه، ايش رايك؟ اي حاجه يعني تشوفها. يا سلام، دائما عندنا اهل مصر الطيبين ما شاء الله ممتازين جدا، عارف. انا راح اسالك سؤال صعب شويه، اوكي؟ سؤالي يقول: يبلغ عدد مدارس البنين التابعه للهيئه الملكيه بالجبال، التابعه المدارس الموجوده بالهيئه الملكيه بالجبال، يبلغ عددها هل 11 مدرسة أو 16 مدرسة أو 20 مدرسة؟ الجبال؟ ها؟ 11 مدرسة. لا مش 11، ما يصير كده، مصر ولازم تكسب. طيب أنا عيد الخيارات، 11 مدرسة هذه كنسلناها، حذف إجابة. الإجابتين الباقية 16 مدرسة ولا 20 مدرسة؟ خلهم 16. يا سلام، تحية 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. هات الجائزة، هذه الجائزة مقدمة إدارة العلاقات العامة بينبع، يعطيكم العافية وحياكم الله في ينبع. طب دقيقة بس بسألكم، كيف شفتوا ينبع؟ احنا والله لسه جايين، بقى لنا حوالي 15 يوم، وامنيتي ونفسي تمدونا شهر كمان. يا سلام، ايش احسن شيء عجبكم في الهيئة الملكية؟ والله جميلة، كلها جميلة، السعودية بصراحة كلها جميل، وناسها كلها احسن ناس. الله يعطيكم العافية، نورتونا واسعدتونا بهذه الاستضافة، شكرا لكم. نستمر في لقاءاتنا وفي أسئلتنا، نمشي شوية ما شاء الله تبارك. معانا ضيفة هنا متواجدة، نتعرف عليكي. أم فهد. ونعم أستاذ أم فهد. طيب نبدأ بالسؤال على طول، تأخرنا على محمد شكلنا. طيب سؤالي، شوف سؤال سهل شوية. الهيئة الملكية للجبال وينبع ترأسها ثلاث شخصيات أو أربع شخصيات أو خمس شخصيات؟
الان الهيئه الملكيه عشان الناس يفهموا السؤال ما ادري اللي كاتب السؤال هذا شكله ما هو مزبوط. الهيئه الملكيه للجبيل وينبع الصناعيه يراسها ثلاث شخصيات او ثلاث اشخاص اوكي او اربعه اشخاص او خمسه اشخاص. انا قلت لك سنه النبي ثلاثه. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. وسنه النبي ثلاثه وصحيح. ناخذ الجائزه. شكرا شكرا لك. نرجع مع محمد. محمد سامعني يا محمد. شكرا يا انس والله حقيقه ما شاء الله الجوائز يعني حقيقه نقبضك يا انس على هذا التفاعل ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه بشوفتكم والله. نتمنى ايضا يا انس. اكيد معاك انا ودي انزل تحت عندك كمان. انا كمان شاركني بالجوائز الله يخليك. ما عليك احجز لك جائزه. ابشر محمد احجز لك جائزه. الله يعطيك العافيه. شكرا لك محمد. شكرا لك يا انس. شكرا الله يعطيك الصحه والعافيه. ايضا نعود معكم احبتي للمهندس يوسف الحجيلي ونستكمل معه على الحديث عن مشاركات الهيئه الملكيه الجبل وينبع في المجال الاجتماعي والسياحي والترفيهي. استاذ او مهندس يوسف، كما نعلم انه عندكم البرامج السياحيه لها اوقات يعني في السنه، يعني هناك مناسبات شتويه مناسبات صيفيه مثلا، هل انتم تضعون الفصول السنه المختلفه كل لها يميزها مثلا من النشاطات، او ان هناك النشاطات يعني تحصيل حاصل؟ كما ذكرت لك استاذ محمد، احنا لدينا رزنامه ولدينا جدول حقيقه من قبل بدايه العام، لان هناك انشطه اجتماعيه، هناك مؤتمرات ايضا، والهيئه الملكيه الحمد لله متميزه في منتدياتها، واخر منتدى عقد في شهر مارس كان عن منتدى الصناعات التحويليه، منتدى عالمي. فانشطه الهيئه الملكيه بحكم وجود انشطه اجتماعيه، وجود انشطه ثقافيه، وجود انشطه رياضيه، وجود انشطه في الكليات، وجود انشطه في المدارس، وجود انشطه اخرى على مستوى المنتديات، فلذلك عندنا جدول محدد، وكل برامج ترتبط. مثلا برنامج عيد الفطر يرتبط بعيد الفطر، برنامج الذي يكون بداية الدراسة يرتبط ببداية الدراسة، برنامج عيد الأضحى يكون ما عيد الأضحى، وهكذا. فكل نغطي حقيقة كل الفصول أو كل أوقات السنة ببرامج وأنشطة اجتماعية مختلفة وثقافية أيضا. جيد. في مجال أيضا يمكن أتكلم عنه، يمكن أيضا مجال السلامة في ولله الحمد في الطرق في الهيئة الملكية. لا خلينا نتكلم على مجال السلامة، ولكن أيضا مجال السلامة لها دخل كبير جدا في الـ في الـ في الـ يعني النواحي الاجتماعية، ولها دور كبير حتى في تهيئة السائح أو المكان للسياحة. أيضا أعزائي المشاهدين سأستكمل مع المهندس يوسف، يعني سأستكمل، ولكن كما أسلف المهندس يوسف أن هناك بالفعل يعني بنية تحتية قوية للسياحة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع. نعم نعم هناك يعني خدمات متوفرة لهم ولكل سائح يقدم إلى هذه المحافظة. أعزائي المشاهدين دعونا نذهب إلى فاصل، نذهب إلى فاصل الآن، وبعد ذلك بإذن الله سنعود إليكم. فاصل ونواصل. Yeah.
عودة لكم أيها الإخوة من خلال هذه البرنامج والذي نتحدث فيه من هنا من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبصحبة المهندس يوسف الحشيلي وهو أحد المعنيين بهذا الأمر. أبحرنا نحن وإياه من خلال استقبال سواحنا في الهيئة الملكية. شيء طبيعي، السائح لا بد له من تهيئة، وتهيئة يجب أن يكون هناك نوع من نوع السلامة. السلامة مهمة ومطلب مهم، خاصة في كل مكان وكل في كل مرفق سياحي. نحن من خلال هذا يعني هذا المحور سيكون حديثنا عن السلامة باختصار مع المهندس يوسف، ونريد ما هي احتياطات السلامة هنا في الهيئة الملكية لجبل ويم. الهيئة الملكية ولله الحمد من أول ما بدأت دائما لديها السلامة عالية جدا، ومن احتياط السلامة مثلا في البداية وجود مجرى سيل أو مجاري للسيول كبيرة جدا حول المدينة لتحمي المدينة، هذا من أول ما بدأت الهيئة. أيضا داخل الأحياء أو داخل الذاب في مجاري للسيول تتصرف من خلالها السيول لله الحمد. أيضا من نواحي أيضا الإشارات المرية هي إشارات متقدمة، نظام متقدم ذكي يعتمد على السنسر والحساسات في الأرض، لا يكون هناك تدوير للإشارة وإنما فين يكون اتجاه السيارات، بحيث إذا بعض الاتجاهات لا يتواجد فيها سيارات لا يمكن أن تفتح، تظل مغلقة، وهذا يعطيك أيضا فرصة للحركة أن تكون حركة سهلة. وأيضا من ضمن احتياط السلامة أيضا في الإشارات أيضا يركب ما يعرف باليو بي إس، وهو الذي لو لا سمح الله حدث وانقطعت الكهرباء يتواصل الإشارة ولا تتوقف الإشارة على العمل، وهذا باب المحافظة على السلامة أيضا وخصوصا في التقاطعات الرئيسية. أيضا الحفر، تصريح الحفر الآن لا نسمح إلا بالحفر عن طريق الثقب وهو تحت الأرض، ولا نسمح أيضا بقطع الطرق، أيضا موجود حقيقة تحت الطرق، موجود كثير من الأبيبة التي يستطيع الشركات أن تسحب فيها الكيبلات. أيضا يمكن سألت قبل كده أيضا حقيقة عن النظافة، ولا الحمد أيضا كما ترى عندنا برامج قوية في النظافة، لابد الجمع من داخل النفايات أو من داخل غرف الحاويات، لأنه كل منزل لابد يكون فيه غرف للحاويات، وأيضا الجمع الأثاث وخلافه والأشياء التي تخرج البيت لابد أن تكون في وقت معين. بالعكس في هناك توعية، ثم في حقيقة تطبيق غرامات للمخالفين. في مكائن بدأنا نستخدم الأكان مكائن البيع الذاتي وهو أو العكسي الذي يستطيع الأطفال أن يحضروا المواد البلاستيكية أو العلب الألمونيوم ويضعوها ويأخذوا مقابلها نقاط يستخدموها في بعض المحلات التجارية، وهذا تجعلهم أيضا هم يحافظوا على هل بالفعل أنتم تنمون فيهم يعني أو تزرعون فيهم وتكسبوهم القيم، قيم النظافة وقيم لدينا التعامل مسابقة الشماعي. للمدارس وكل سنة في 3 مدارس بنين و3 مدارس بنات تأخذ جوائز للنظافة. ما شاء الله تبارك الله. يا أقيد يعني أيضا أذهب إلى زميلي أنس. يا أنس ما شاء الله خلصت الجوائز ولا بعدها؟ لا 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 تزعلني، ما خلصت، أنا بقيت لك أول حاجة جائزتين ولسه بقينا جوائز جدا كثيرة حنوزعها وحنتعرف على ضيوفنا. إيش رأيك نكمل محمد ولا ترجع؟ خذ راحتك، والمهندس يوسف مبسوط معانا ونحن هنا الحمد لله. يعني شوف أهم شيء نشوف السعادة على وجوه السائرين إلى الهيئة الملكية لجبل ينبع، وهنا نحن في محافظة ينبع والجو اليوم جميل زي ما أنت شايف يا أنس. أكيد أكيد جميل جدا، شكرا لك محمد. مشاهدينا أهل ينبع، أهل الكرم، أهل الطيبة، اليوم ضيفونا الله يعطيهم العافية المخبز المخملي المتواجد هنا، لكن أنا اكتشفت حاجة وشيء جميل جدا، أنه صاحبة هذا المخبز أنثى. دائما نسمع رجال أعمال لكن سيدات الأعمال شيء جديد، نتعرف عليك. هبة رجب صاحبة المخبز المخملي. ما شاء الله تبارك الرحمن، تجربة سيدة أعمال نجحت معاكي ما شاء الله، إيش كده وجهة نظرك عن هذا الموضوع؟ هل تنصح السيدات يبدأوا يشتغلوا بهذه الطريقة؟ أيوة صراحة أنا بدأتها بحيث أني ما كنت أبغى أرتبط بدوام في أي يعني منشأة، فحبيت أني أكون أنا مديرة المنشأة، ووظفت الحمد لله سعوديين ويعني استضفت من الخارج أجانب، فيعني يدي على يدهم الحمد لله المشروع مشي وناجح الحمد لله. جميل جدا، برضو حنسألك اليوم زي ما ضيفتينا حنفوزك، إيش اسمك؟
هبه رجب. يا سلام، تستاهل جائزه، بس الاسم تستاهل جائزه، الله يعطيها العافيه. هذه الجائزه اقدم، انا حقيقه انبسطت انه سيده اعمال، وهذا الشيء لازم كلنا ندعمه، هذه الجائزه. وايضا في جائزه عينيه، هذه الجائزه تقدم لك ان شاء الله بعد البرنامج من السلمان للعود والعطور. شكرا لك. طيب شكرا لك، شكرا لكم، الله يعطيك العافيه. نستمر في لقاءاتنا ونمشي شويه وشويه ونتعرف عليكي. رغد. ما شاء الله، رغد كم عمرك؟ 13. 13 سنة ما شاء الله. طيب رغد، أنت في ينبع ولا من المدينة ولا من فين؟ رياض. ما شاء الله، كيف شفت ينبع؟ حلو عادي. إيش أحلى شيء عجبك في ينبع؟ المحلات. يا سلام. طيب رحت الشاطئ؟ إيوه. كيف كان الشاطئ؟ حلو. طيب تعرف إنه في ينبع في أكبر واجهة بحرية في الشرق الأوسط إن شاء الله هتكتمل بعد كم سنة، تعرف هذا الشيء؟ لا. طب شفتي الواجهة البحرية كيف الزرع والبحر؟ شيء حلو صح؟ حلو أيوة أكيد. طيب أنا بسألك سؤال، أنت قلتي سنة سادس ولا رابع؟ لا سادس، راح متوسط. جميل جدا. طيب أنت سنة سادس، نبغى أديكي سؤال، من هو مؤسس الدولة السعودية؟ هل هو الملك عبد العزيز رحمه الله، أم الملك فهد، أم الأمير عبد العزيز بن ماجد؟ عيد الخيارات. الملك عبد العزيز ولا الملك فهد ولا الأمير عبد العزيز بن ماجد؟ الأمير. الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز ولا الملك فهد؟ ما تعرف الملك عبد العزيز؟ الملك عبد العزيز. يا سلام، والله تستاهل جائزة. شوية هي قالت لي الإجابة لكن شكلها شوية كده مربوشة مع الهواء، ولكن تستاهل جائزة. نبغى جائزتين مو جائزة، أنا أبغى جائزتين. يعطيك العافية، اتفضلي. مستمرين في لقاءاتنا، ويتفضلوا معنا الشباب. ما شاء الله أطول مني أنا كده، يبغى لي سلم. تعرف عليكم؟ هشام الدعجاني. ونعم. عمر راجح. عمر، من فين أنتم ما شاء الله؟ من جدة بس سكان ينبع. جدة بس سكان ينبع، تدرسوا في ينبع ولا سكان؟ لا سكان. لا موجودين في ينبع أساساً، إحنا عايشين من جدة، بس تقريباً لنا 21 سنة تقريباً موجودين في ينبع. يا سلام. طيب أنا بسألكم سؤال، وسؤالي راح يكون صعب. ليش أنشئت الهيئة الملكية بينبع والجبيل؟ ليش أنشئت؟ تبغوا إجابات ولا تبغوا تفكروا؟ أوكي. طيب الخيار الأول، لتشجيع ممارسة كرة القدم، ولا لتشجيع ممارسة كرة السلة، ولا لدعم الاقتصاد الوطني في مجال الصناعات؟ خليها عندي، لدعم الاقتصاد الوطني في مجال الصناعات. يا سلام، حقيقة يبان الذكاء في هذه الأسئلة، يعطيك العافية. طيب ندي الجائزة، تفضل. هذه الجائزة مقدمة من مول الجوهرة، وأيضا في جائزة إن شاء الله حياخذها منكم الشباب، هذه الجائزة مقدمة من العجلان وإخوانه. أوكي؟ تحية بس. وجه تحية يا سيدي. أوجه تحية لحبيب فراس راجح. ونعم والله فراس وفيك يا سيدي. مستمرين، محمد معايا؟ أنا سعيد يا أنس، وأنا سعيد جدا بأن، لكن الحقيقة أجمل شيء الأسئلة الأخيرة الثلاثة اللي قلتها، كرة سلة وكرة طائرة يا مسار، والهيئة الملكية الله يسامحك يا أنس. أكيد 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 أكيد، الله يعطيك العافية. شكرا لك يا أنس، شكرا لك، ونرجع لك إن شاء الله يا أنس. أعزائي أيضا نريد أن نستكمل أو نختم المحور الأخير في هذا اللقاء مع المهندس يوسف الحجيلي. و يعني لو كنا سياحاً أو أردنا أن نأتي إلى ينبع لأول مرة ولا نعرف شيء، إلى أين تكون نقطة البداية؟ والله أعتقد أي سائر لينبع الصناعية نقطة البداية هي الواجهة البحرية. أنا أعتقد الواجهة البحرية فيها، هل هناك دليل مكان دليل للسياحة مثلاً؟ ما في شك، هي ملكية، في مدخل هي ملكية موجود مركز للمعلومات، وهو أيضا يعطي الزائر جميع المعلومات عن مدينة ينبع الصناعية والمحافظة. إذا ننوه عن هذا الموضوع يا نعم، في موجود يوسف. نعم، ويعطي المعلومات للزائر عن مدينة ينبع الصناعية. أين يقع بالضبط؟ يقع في مدخل الهيئة الملكية. في مدخل الهيئة الملكية. نعم. إذن أعزائي المشاهدين، كما أسرف المهندس يوسف، هناك في مدخل الهيئة مركز متكامل يعطي خرائط سياحية أظن. مركز يعني المعلومات، تعطي معلومات عن محافظة ينبع، عن مدينة ينبع الصناعية، عن محافظة ينبع. نعم. نعم، وهذا يعني 24 ساعة يعمل. نعم نعم، 24 ساعة. نعم. شيء نعم. إذا نستكمل. نعم، أنا أحب حقيقة بس بمناسبة يعني هي ما هي إلا 3 أسابيع، في 16 رمضان بإذن الله 1435 يكتمل عقد 40 سنة للهيئة الملكية من إنشائها، وأرفع أسماء آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الامين الامير سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الامير مقرن بن عبد العزيز، على الدعم الدائم للهيئه الملكيه. واشكر حقيقه رئيسنا سمو الرئيس رئيس الهيئه الملكيه سمو الامير سعود بن عبد الله بن ثنيان على زياراته المتابعه لمدن الهيئه الملكيه وتوجيهاته السديده. واشكر سعاده الرئيس التنفيذي ايضا الدكتور علاء نصيف على الكثير من الاعمال التي نقوم بها. حقيقة أنا لو أردت أن أتكلم عن الهيئة الملكية ساعات وساعات لا يمكن لا يكفيني الوقت، ولكن أنا وقتي أزف. مهندس يوسف أشكر لك حضورك معنا اليوم، وتعبناك شوية مش مهندس، ونسعد بك إن شاء الله عن هذه الهيئة، وهي دعية من القلب إلى كل مخلص يعمل في هذا المكان. نعم أعزائي المشاهدين، بلادنا بلاد خير الحمد لله، وهذا المرفق الصناعي ليس مرفقا صناعيا فقط، ولكن هو ايضا فيه من الجوانب الترفيهيه، من الجوانب الاجتماعيه التي تحدث الضيف العزيز المهندس يوسف الحجيلي حولها. اشكره نيابه عنكم، واشكرك مهندس يوسف، والتقي فيك مره اخرى باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا تسلم. والشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين من خلال متابعتكم لهذه الحلقه من محافظه ينبع. القاكم في رعايه الله وحفظه. ولكن قبل أن أودعكم أيضا أن أشكر مرة أخرى الأستاذ عادل الأستاذ عادل والأستاذ أعتقد نعم هو الخريص، يعني الخريص، وهم حقيقة مشكور لهم الذين بالفعل يعني وقفوا معنا اليوم من خلال التسجيل. الشكر لكم، ألقاكم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.